السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساءكم معطر بذكر الله. أهلا وسهلا بكم جميعا، وتحياتي للجميع، ومساءكم معطر بذكر الله. أهلا وسهلا بالناس كلها على راسي من فوق. حلقتنا النهاردة كويسة جدا، أتمنى أن أنتوا تاخدوها بمحمل الجد، لأن هي فعلا مكوناتها رهيبة. طبعا حضراتكم طبعا كلنا عارفين خلاص، يعني في جزء كبير قوي من الطلبه خدت اجازه، خاصه اللي هي الطلبه بتاعه الابتدائي كده، وطبعا بقوا عندك في البيت، ما بينزلوش الشارع وبيوسخوا في البيت خالص، بقعوا لك الانتريه، بقعوا لك الصالون، وسخوها لك بقى الصالون كده مليان بقع ووساخه من الاكل ومن اللعب. طيب احنا ننظف الكلام ده ازاي، وخاصة مثلا في ضيوف هيجولك مثلا وانت عايزة تعملي الكلام ده بسرعة، مش معقول مثلا اللي انت ايه هتغسلي الانتريه مثلا او تشوفي اي حاجة سريعة اللي انت تقدري تعمليها. ازاي نعمل الكلام ده؟ هو ده اللي احنا هنعمله دلوقتي، اللي احنا هننظف الانتريه بمكونات بسيطة على قد الايد وبدون تعقيد، وهيبقى كل الكلام ده يعني فوري وعلى الناشف. ازاي؟ هنجيب البوله بتاعتنا، واتمنى الاخوات يركزوا كويس في المكونات دي. اول حاجه هستخدم ملح الليمون. ملح الليمون حاجه كده رهيبه جدا في التنظيف، وخلي بالكم ان الملح قادر اللي هو يشيل الوساخه والبقع من الاقمشه بطريقه رهيبه. ممكن نستخدم ملح الطعام، ممكن نستخدم ملح الطعام، مفيش مشكلة. لو انت مثلا ما عندكيش ملح طعام، ملح ليمون، ممكن تستخدمي ملح الطعام عادي جدا. وهاخد معانا هنا معلقة من البيكربونات، واتمنى اللي هي تكون كده قرمة كده، وتكون معلقة ايه هرمية. هناخدها كده ايه هنا اهوت، وهنقلب كده المكونات كده كلها ايه مع بعض. طيب بعد كده هنزل بنص كوباية من الخل، شايفينها اهي نص كوباية من الخل. طب انا ليه هنزل بنص كوباية من الخل؟ عشان خاطر الخل هنا هيعتبر معايا معقم، هيعتبر معايا مطهر، وفي نفس الوقت هو هيحافظ على الالوان بتاعة الايه الأقمشة اللي ايه اللي هتبقى في الايه في الانتري. يعني مثلا بدل ما الالوان تبعد او اي حاجة، لا ده هو هيحافظ لي على الالوان تماما، يعتبر مثبت للايه للالوان. بعد كده هناخد حاجة كويسة جدا، هناخد معانا بصوا اي برسيل جل عندك. عندك برسيل انت عاملاه في البيت مفيش مشكلة، عند حضرتك برسيل اللي هو الكيس دوت مفيش مشكلة، عندك اي حاجه برضو مفيش مشكله. هناخد بصوا معانا، ادي معلقه اهو، ادي اتنين، ادي تلاته، ادي اربعه، اربع معالق من البرسيل العادي. لو انت عندك الكيس حطيه كله وما تستخسريش. وهقولك على فكره ازاي تعطري عندك الانتريه بشكل كده رهيب كده، الناس يجوا يقعدوا عندك كده هو يلاقي الانتريه كله بيطلع ريحه جميله جدا. طيب احنا كده حطينا الايه، حطينا البرسيل وحطينا الخل وحطينا ملح الليمون وحطينا الايه الكربونات. هناخد حاجه تانية، طبعا هناخد معانا هنا نص كوبايه من الميه، اهي نص كوبايه من الميه او حبه صغيره من الميه. وهناخد معانا عندك صابون سائل، حط منه حبه كده صغيره اهو، بدون تعقيد، مكونات على قد الايد، اعملي كله بصي احسن حاجه اهو خلاص كده. طيب هنعمل ايه بقى؟ بص حضرتك بقى، شايفة الكلام ده كله؟ قدامك طريقين، يا إما هحط الاسبونشة هنا وأبدأ أدعك بيها، أو أحطها في البخاخ، وده هيبقى الأفضل ليكي. يعني حط الكلام ده في البخاخ، وهنيجي على الأنتري في البقعة الموجودة، وهبخ عليها كده، أرش عليها، وبالاسبونشة كده هوت هنفضل إيه ندعك فيها، هتلاقيها راحت تماما. طيب لو على سبيل المثال، على سبيل المثال انا ما عنديش سبونشة، ممكن عارفين السلك الناعم دوت، ممكن برضو اجيب السلك الناعم ده وابدا، بس ايه يعني هبدا اعمله كده هوت اكن ايه يعني نفس الحركه دي كده اهو دائريه كده تمام على القطعه المتبقعه او القطعه اللي فيها وساخه، هتلاقيها راحت تماما. طيب خلاص خلصنا البتاعه، نشفت الوساخه، طلعت البقع، طلع بقى الانتري جديد جدا وشيك وعسل عسل عسل. طيب هعمل ايه بقى؟ عايز اعطر بقى الانتري. هتجيبي اي برفان عندك، اي برفان موجود عندك، وهنجيب سرنجه اللي هي الابره،
وهناخد منها حضرتك كده هو حبة صغيرة، وهدخل الإبرة كده في الأنتري وأقدر أرش ماشي وافضيها جوه الانتري، ماشي وافضيها جوه الانتري. ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الانتري طلع ريحه وطلع البرفان اللي انت رشتيه، بقى الناس قاعده وانت قاعده هتلاقي البرفان طالع كده يهفهف وكمان عطر الجو عندك. اتمنى ان انتوا تجربوا الفكره دي وتجربوا الحاجه دي، لانها حاجه ممتازه جدا وحاجه كويسه جدا وحاجه فعاله وعلى قد ايدك ومكونات كلها موجوده. شكرا ليكم، تحياتي، وأشوفكم في ألف وصفة ووصفة.